تعرف انه في لاعب سوري سجل 36 هدف مع منتخب بلاده؟ انا عامر محمد وتعال اقلك اكثر 5 لاعبين تسجيلا للاهداف مع المنتخب السوري. بالمركز الخامس عنا اللاعب زياد شعبو يلي سجل 22 هدف ب 49 مباراة. اما بالنسبة للمركز الرابع فمن نصيب بلدوزر الكرة السورية سيد بايزيد يلي سجل 24 هدف ب 24 مباراة. وصاحب المركز الثالث يلي سجل 29 هدف ب 109 مباريات هو اللاعب ماهر السيد. والمركز الثاني من نصيب الهداف التاريخي للدوري السوري رجا رافع يلي سجل 32 هدف ب 84 مباراة. وقبل ما قالكم المركز الاول اكتبوا لي بالتعليقات انتم من وين مشان اعمل عن منتخبات بلادكم، وانا بلشت بمنتخب بلادي. والمركز الاول من نصيب اللاعب المبدع فراس الخطيب يلي سجل 36 هدف ب 72 مباراة. واذا وصلت لهون اعمل لي لايك وفولو.